السلام عليكم اعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناه انمال فاكتوري اليوم معنا المربي والهاوي فهد الغربه حياك الله اخوي ابو عبد الرحمن الله يحييك اخوي احمد مشكور على دعوتك لنا وفتح بابك لنا يا بعد راسي مكانك الله يرحم والديك مشكور خدنا ابو عبد الرحمن ما شاء الله عنده حيوان غريب يعتبر نوع من انواع القطاوه اخونا ابو عبد الرحمن قلنا من يا هذا الحيوان السيرفال تمام وهو بالبدايه مسقط راسه من جنوب افريقيا مم. وفي اواخر ال 1900 صار عليه صيد جائر مم. وكان يعني تقريبا انغرض الا فاخذوه شرق اوروبا روسيا وأوكرانيا وصربيا وصار الانتاج عندهم اكثر من جنوب افريقيا الحين جنوب افريقيا هو موجود الا بالمحميات الطبيعيه يعني بالغابه ما يعني نادر جدا تلقاه نادر ما نعم تلقاه بالغابه بس الح... بالمحميات الطبيعيه المحميات الطبيعيه فاخذوه شرق اوروبا ومن شرق اوروبا وصل لكندا لي لامريكا لي يعني وصل بشكل غير طبيعي هو اللي ميزه انه حيوان بري بحت يعني كطبع كهذا ولكن اليف بشكل غير طبيعي توه مش شايفه تو ما يسوي ولا شيء فهذا شوي اللي شدني عليه وجذب نقول هذا اللي هو شدك عليه وخلاك إيه تولى فيه اي يعني مغارب للشيتا وللنمر مم. ولكن اليف يعني تهدى بالبيت ويا اهلك ويا هذا مم. بس الله يعينك على شيطانته يعني هو بس شيطانته شطانته إيه اللي اي هذا الله يعينك لازم تعدل الوضع اها لازم توخر عنه مثل ما قلنا الفوازات <applause> الفوازات <applause> <الفوزات تصفيق> الورد مال الورد آه الامور آه هذه لان لانه هو ف... ما شاء الله قاعد طالع آه باي شيء حركي, حركي على طول والله على طول إيه. على. والفصيله هذه تقريبا مشابهه للكلاب كرمك الله أن تقدر تربيه على سيت داون ستي يعرف وين يوسخ يعرف وين مكان اكله مكان نومه فاموره يعني اسمه قطو ولكن مو طبعه وشغله شغل القطو شيء ثاني مختلف ما شاء الله عسى الله يبارك لك على هالهداوه والحب اللي يملكه ابو عبد الرحمن قاعد طالع انه يحب هذا السرفال يحبه بحب ما شاء الله تبارك الله الرحمن عسى الله لا يغير عليه الله يجزاك خير يا غالي كلمنا عن بداياتك ومتى بديت بهذا الحيوان انا اول شيء عرفت السرفال قبل سنتين سنتين ونص <applause> وقعدت ابحث عنه تقريبا سنه ونص <applause> لان اغلب الفيديوهات بالبيوت مربينة مع الناس فهل هذا الموضوع يعني مجازف انت بتجيبه عند بيتك عند <applause> عيال اطفال؟ فقعدت ابحث يمكن سنه ونص لين اقتنعت ووصلت حق المزارع والاكونتات المتخصصه فيهم يعني في مزرعه من المزارع 17 سنه تربيه. ما شاء الله. اي فما في خطر هو اول شيء بالبدايه خلنا نوضح حق المشاهد في نوعين في واحد يكون تبع محميه يعني يبطلون يحطون ازواج ويبطلون القفص يحطون له اكل ويسكرون عليه متى ما انتج صار عمر القطو شهرين شاله حطه بصندوق وباعه هذا راح يكون مفترس. لانه ما عاش ويا البشر ما, ما, ما يعرفه فتحتاج هنا ثلاث شهور اربع شهور عشان توصل مرحله انك تقدر تمسكها بعدين عاد توصل مرحله اللعب اللعب والتدريب ايه فهذا يكون سعره ارخص في المزارع الغاليه يعني يوصل هو سعره تقريبا 13000 دولار ما يقارب 4000 كويتي الى 3000 كويتي هذا المبلغ المبالغ هذه تكون عند انتاج بيت من عمره اسبوعين يشيله من امه وهو يرضع بايده فيبطل عينه بوسط عائله فهذا مستحيل يكون هجومي او شرس فخلاص ما اخذ على البيت وما اخذ على الناس ومتعود وناس ما شفت شلون اول ما دشيت ما ما في بخه ما كشر ما سوى ولا شيء ما سوى ولا شيء ولا, شي ولا يعني بس اعطانا النظره ولفعت وانتهى <applause> <applause> وكمل لعب واموره طيبه هذا انتاجهم هذا اللي يفرق فيه آه وانت ما ف... شاء الله امتلكت يوز اي عندي يوز وعندي حبه الحين موجوده بالبيت اها وما شاء الله وانتجت منهم او انه جريد. ان شاء الله شهر 7 15 7 ان شاء الله الانتاج 15 7 اول انتاج بكل اول كشهر. انتاج باذن الله عسى الله يبارك لك وشلون طريقه مراعاتهم وهالامور وهاليوز يعني والله هو صعب للامانه لان تغذيته غير عن القطو العادي يعني مو دراي فود توكله لحم دياي بيض نقطه بس ان عبالهم اغلب الناس أنه لما م. توكله لحم او دياي انه مفترس خلاص انتهى النقاش هذا لا يعني ذاك اليوم قاعد احوس باليوتيوب صرت لي روسي عنده ثمن ذيابه داخل البيت وثلاث بنات فقلت له انت شلون حد ذياب احنا عندنا ذيب ما يتربى ومو اليف وشرس فقال لي انا لما اودي بناتي المدرسه اخاف عليهم من البشر اكثر من الذياب <applause> هو يقول ف... <applause> فاي شيء تغتنيه منه صغير وتربيه بالشكل الصحيح اموره طيبه ما راح يفترس ابدا ابدا يعني قلت لك انا مزرعه 17 سنه فما اتوقع في فتره اكثر من كذي تثبت لك ان, إن... إن... هذا اليف بس مزعج يعني مثلا شخص عمره ما ربى حيوان ما يصلح له. ما يصلح. راح يتاذى، لازم واحد هاوي وعارف الـ الـ التعب اللي عارف. راح يحوشه، أه. يعني يبي لك وقت فراغ كامل، ما يصير تخليه بقفص يوم كامل، أه. مستحيل. القفص تحطه وقت النوم ست الى سبع ساعات، باقي الوقت لازم هدد يعني فهمت شنو اقصد؟ على أه. اساس ياخذ لانه بالعمر هذا تكون وروجة ضعيفه حق النقز واللعب أه. وهذا، فلازم ما شاء الله قلت لي انه على طار قلت له انه ينقز لي ثلاثة امتار ينقز ثلاثة امتار ما شاء الله اي فلازم هني توفر له الاكل اللحم م -م. الدياي و... وقلت لي ان طريقه حجم القطو ساعات أي. انه يكون كبير ويكون صغير اي هذا المشكله انه مو نفس الكلاب كرمك كرم الله كرم يعني عندهم م -م. آه ستاندر معين انه ما يكبر اكبر هذا لا بري فعادي تلقى مثلا واحد وزنه 20 كيلو وواحد تلقى وزن 13 كيلو واثنينهم افحل بنفس العمر فهني على العامل الوراثي شوف لك مثلا انتاج الابو كبير غالبا يطلع, يطلع على ابوه يطلع على ابوه واذا الابو صغير غالبا يطلع على ابوه اللي يطلع على إيه فما في يعني وزن او طول او عمر معين معين وقلت لي ميزه الجمال اللي فيه أه الحجم طبعا في ناس ما تحب الحجم ولكن اغلب يعني اذا كل ما كان حجم اكبر كل ما أكبر؟ كبر كل ما صار افضل لاغلب الناس أه. والميزه الواضحه اللي تكون خطوط الظهر أه. كل ما صارت خطوط الرقبه للظهر ممتده اطول كل ما صار افضل على شكل الجمال هذا يعني العلامة المميزة وكمراعات الصحية والامراض هو غالبا حيوان بري ف نفسه مثل ما يقولون يعني لا شعر لا امراض لا هذا ولكن نعطيه تطعيم من باب الاحتياط وتطعيمه تطعيم القطو نفسه ما في يعني ما في شيء زايد تطعيم القطو للاحتياط فقط بس بس ولا اموره طيبة بس وقلت لي عن الغابة اللي ودك تسويها اي ان شاء الله انا عندي غرفة بالسطح مكيفة طبعا الحين كاملة 11 ب7 تقريبا هو عشان استنتج لازم توفر له حياته الطبيعية م. يعني لازم في زرع في بحيرة في وقلت لي طريقة نومته حتى اي ما ينام بالارض م. يعني مستحيل تنام بالارض لازم تحطه بمكان مرتفع عشان سبحان الله هو حذر جدا م. فلازم يكون هو يعني ماخذ الاحتياط عشان يطالع فحتى بوقت الانتاج لازم توفر له زرع توفر له اماكن عاليه الاكل أربعة 24 ساعه يعني مثلا لو تاخر بالاكل كم يوم ما راح ينتج وياك لازم يكون م. كل شيء متوفر لازم كل شيء يكون موجود اي هو م. هو يتحمل الحر م. ولكن عشان تبي تنتج منه تبي الشيء يكون مرتب فتحط له كل ال... يعني تهيئ له الاجواء الكامله بالضبط كل شيء كل شيء مساء الله عسى الله يبارك لك الله الله ويزيدك حب بهذه الهوايه جزاك الله الف خير اوكي سؤال اخير شنو تنصح الناس بهالهوايه؟ والله هو حيوان جدا مميز يعني لما تاخذه راح تدري انه شيء مميز لا قط ولا كلب كرمك الله بس ما يصلح للمبتدئين يعني شخص اه اي في نقطه هو امان وسيفتي جدا مع الاطفال بشكل غير طبيعي بس تحت السنتين اه هو عموما ما يهجم مو مفترس مع البشر بس تحت السنتين لازم تكون انت موجود لان لعبه خشن اللعبه خشن ان شاء الله يدفع بالضبط يعني ما يعوره هذا بس انه مو غريزه إنه كهجوم يعني كلعب فمن فوق الثلاث سنين اربع سنين ما عنده مشكله تهده وياه 24 ساعه واموره طيبه يعني هذه النقطه. كمربي انه لا يكون اول حيوان يقتنيه السرفال راح يكون الوضع عليه صعب. اما اللي عنده مربي قطاوه مربي شلاب هذا اموره راح يستانس فيه واتوقع ما راح يغيره يعني والله أي هذا انا شيء متاكد عسى <applause> <applause> <سؤال> الله يبارك لك ويزيدك مشكور على هالمعلومات الحلوه وما قصرت يا اخوي ابو عبد الرحمن يا هلا والله اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا وفينا وياكم وان شاء الله بنشوفكم بحلقات اخرى واشياء غريبه السلام عليكم